الاخوان بالاطار التنسيقي قبل اسابيع مو هوايه قبل ما يروحون حتى نصهم للحج بالاطار التنسيقي قالوا مسعود برزاني خاين عميل لاسرائيل وقالوا كيت وكيت وحكوا على مسعود برزاني وحكوا على محمد الحلبوسي قالوا ابو العرق تمام وابو الليالي الحمراء صح لو لا؟ تمام. اليوم تغير الحكي اليوم جبار المعموري يقول لا اخوتنا السياسيين الاكراد واحنا نحبهم ونريد نشكل وياهم حكومه محبه. زين عميل الامس يعني زعيم اليوم حبيب اليوم غرامي وعشق اليوم شنو الموضوع؟ هو استاذ قحطان نفس الانتقاد اللي اذا توجه الان او الاستفسار انا موجهه في قنوات كثيره للاطار التنسيقي بنفس الصيغه اللي اذا صوخها انت الان وتوجهها. لكن مثل ما يقال السياسه عاهره تنسى بسرعه تعكس بما بداخلها الى الغير وتاخذ من الغير وتنطي نفسها. يعني ما عندها محرمات اطلاقا فقط من تمس المصالح تصبح الان الكلام منطقي وكلام بكرامه وكلام بسياده وامور كثيره. انا اعتقد انه اللي مس الكورد واللي مس الحلبوسي واللي مس الاخوه الاخرين واتهمهم انه الى تركيا والى الامارات والكرد الى اسرائيل الان هم المفروض ما يفتحون الباب عندما يطرق الباب. هسه هم ما طرقوا الباب هم الاطار راحوا عليهم. نعم نعم انا اقول ما يفتحون الباب اذا انطرق بابهم. ها يعني قصدك هاي الجهه ما تفتح الباب. اي بس هاي الجهه ما عندها مصالح سياسيه. اذا المصلحه السياسيه تتطلب ان ننسى كل ما سمعناه في الماضي. ماشي ماشي ماشي. انا اريد اسالك سؤال سمعت طبعا. انت فد يوم محمد الحلبوسي انا لا دفاعا عن احد ولا ابد بس اريد اقول والمجالس امانات وهذا مجلس امانات اي اريد اسالك سؤال سمعت او تنطيني تصريح لمحمد الحلبوسي فد يوم قال على المالكي عميل لايران سمعت اطلاق زين سمعت فد يوم مسعود برزاني قال على هادي العامري عميل لايران والله ما سامع جيد وايضا زميلي او صديقي حسن انت سامع فد يوم ممكن تلطمنا على حلوقنا سامع فد يوم هذا الحكي استاذ ما حد يعير الثاني لا لا اسالك سؤال بس سؤالي محدد بس العفو اثنين عملاء ما حد يقول الثاني تمام ماشي 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 اني احنا دا نحكي سياسه هسه تمام زين زين اني لما اقول عليك عميل اسمعني استاذ حسن اني استاذ داود لما اجي اقول عليك عميل شلون ثاني يوم اجي احط ايدي بايدك سياسه قدر مثل ما قلت لك ما بيها سؤال لي اي لك استاذ داود شباب اعطوني صوت هنا بلي السياسه ما بها محددات وما بها محرمات وين ما تتطلب المصلحه اقف معها حتى ولو تطلبت مصلحتي أنا أحط يدي في يد إسرائيل بالتحديد لأبقى في الكرسي أبقى في الكرسي لأن هذه السياسة وهي مصالح يعني متبادلة يعني مصلحة الإطار يحط إيده بإيد الإسرائيليين في سبيل السياسة أولا أكو بالرياضيات اسمها علاقة متعدية أستاذ قحطان أي علاقة متعدية سين مع صاد وسين مع ألف إذا صاد مع من أيضا مع ألف هناك مصالح مشتركة حبيت الرياضيات ثانية هسه أي فإذا أكو علاقة متعدية طالما مصلحتي الآن مع الكورد مصلحتي مع السيد محمد الحلبوسي خليهم وين يشتغلون المهم أنا أحقق مصلحتي ضمن الدائرة اللي عايش بيها أنا ما لي علاقة بعد بعلاقاتهم لكن من تضارب المصلحة أيضا ممكن أن أعيب سيد معمم إلى قدسيته وإلى قدره وإلى أمور كثيرة داخل المجتمع العراقي لكن من يتضارب معي ممكن أن أطلع صفر وخارج كل المحددات فبالتالي السياسة هي لعبة الأذكياء يسموها لعبة الأذكياء اليوم أستاذ قحطان اختلف معي أحدد الأستاذ قحطان أحاول مع جزيل احترامي لك وشديد احترامي أنطي مواصفات هي موبي حتى أسقط في الرأي العام قد تكون فعلا موبي